مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. تتراجع سرعة الرياح تدريجيا في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، وبالتالي يتراجع نسبة الغبار، وبالتالي يتحسن مدى الرؤية الأفقية تدريجيا. لكن يبقى هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، تؤدي إلى سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، خاصة في منطقة جازان وعسير والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة. لكن الأجواء بشكل عام في المملكة العربية السعودية هي أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، شديدة الحرارة في منطقة حفر الباطن والمنطقة الشرقية وأيضا المناطق الغربية. إذن مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله.